الذهب يخالف التوقعات ويقفز بشكل كبير لليوم الثالث على التوالي، حيث ارتفع الجنيه الذهب في يوم وليلة 300 جنيه دفعة واحدة. وعلى جانب آخر، الدولار زاد واقترب سعره من 49 جنيها. وفي تغطيتنا الآن سنستعرض لحضراتكم تفاصيل أسعارهما اليوم. نبدأ بأسعار الذهب محليا، والتي وصلت فيها الارتفاع لليوم الثالث على التوالي بالتزامن مع زيادة سعر الأوقية عالميا نتيجة الشراء القوي، فيما سجل أعلى سعر يوم الخميس الماضي وهو 2481 دولارا للأوقية الواحدة، إذ سجل عيار 23,3600 جنيه بالمصنعية لبعض المشغولات الذهبية. وقد زاد سعر عيار 21 في مصر الآن بمحلات الصاغة ووصل إلى 3350 جنيها، وعند إضافة إليه سعر مصنعية وقد تصل إلى 250 جنيها، فسوف يلامس 3600 جنيه. ورغم ذلك لا يزال متراجعا بفارق كبير عن أعلى قمة سجلها في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيها، وذلك بدون مصنعية على خلفية تصحيح سعر الدولار وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء. كما عود سعر الذهب من عيار 18 الارتفاع اليوم ليقترب من 2900 جنيه، ويظل متراجعا بفارق كبير عن أعلى سعر سجله بيناير الماضي والتي وصل خلالها إلى حوالي 3500 جنيه بدون مصنعية. وتحرك أيضا سعر الجنيه الذهب ليبدأ من 26800 جنيه للشراء اليوم بعد 26480 جنيها للبيع أمس بفارق 300 جنيه، فيما سجل 32000 جنيه للشراء كأعلى سعر في يناير 2024. وعن أسعار الذهب وفقا لآخر تحديث اليوم، فقد سجل سعر جرام عيار 24 الأوسع انتشارا 3828 جنيها للشراء و 3800 جنيه للبيع، وسجل سعر جرام الذهب من عيار 14 الأقل فئة 2233 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 26800 جنيه للشراء و 26600 جنيه للبيع. وهذه الأسعار بدون مصنعية، إذ أن مصنعية الذهب في مصر تختلف من محل صاغة لآخر وتبدأ في الغالب من 80 وحتى 200 جنيه، وذلك باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر. وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب المجرد، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط. ومع العلم أن هذه الأسعار تتغير على مدار اليوم وفقا لآلية العرض والطلب، كما أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكل أو بآخر على سعر جرام الذهب وتجعله قابلا للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر يوميا، منها تحديد سعر الذهب عالميا، كما أن معدل سعر الفائدة عالميا يؤثر أيضا على سعر الذهب، حيث يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقا لحالة البلد الاقتصادية. وأيضا سعر النفط عالميا له تأثير على سعر الذهب، لأن عادة ما يشهد سوق النفط ارتفاعا وانخفاضا في معدل الأسعار، لذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أمانا من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب. وننتقل لأسعار الدولار، والتي تحركت بحسب آخر تحديث في البنوك الحكومية والخاصة، خاصة أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول وهما بنكي الأهلي ومصر، ليقترب من 49 جنيها. يأتي ذلك في غضون موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثالثة من القرض لمصر بقيمة 820 مليون دولار لمصر في اجتماعه الاثنين 29 من يوليو 2024.
والآن مشاهدينا سنستعرض لحضراتكم سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة بمصر. وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 48 جنيها و72 قرشا للشراء و48 جنيها و85 قرشا للبيع. وسجل سعره في بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي 48 جنيها و70 قرشا للشراء و48 جنيها و80 قرشا للبيع. وكان قد كشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153 مليار و860 مليون دولار في نهاية مايو 2024 مقابل 168 مليار و30 مليون دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14 مليار و170 مليون دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%. وقال أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق. ولفت المصدر إلى أنه بالتوازي مع التراجع الكبير في مستويات الدين الخارجي لمصر، وسجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46 مليار و380 مليون دولار في يونيو 2024 بزيادة 13 مليار و260 مليون دولار منذ شهر أغسطس 2022. وكان قد أعلن البنك المركزي المصري في بيان رسمي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 46 مليار و383 مليون دولار بنهاية يونيو مقابل 46 مليار و125 مليون دولار بنهاية مايو السابق عليه. كما أعلن أيضا محللو بنك أوف أمريكا توقعات مبشرة بانتهاء أزمة الدولار في مصر، حيث قالوا أنه سوف يحدث ارتفاعا لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال السنوات المقبلة. وتأتي هذه النظرة المتفائلة بعد قرار البنك المركزي المصري في مارس 2024 بالسماح للبنوك بتداول العملات على أساس آليات العرض والطلب. وإلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام تغطيتنا الاقتصادية، بنشكر حضراتكم على طيب المتابعة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا موقع صدى البلد الإخباري. كانت معكم مريم كمان، شكرا لكم، إلى اللقاء.